السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكر سيد جابر على هذه المقدمة وهذا الإطراء وعلى حسن ظنه، ولو أنه يعني يحاول أن يزقر نفسه، مع أنه هو من الأساتذة اللي استفدنا منهم. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية أحب أعرفكم في نفسي. أول شيء أنا يعني لن مو فقيه ولا دارس في الحوزة ولا يعني دارس علوم القرآن، ولكن هو يعني مثلكم ممن يدعو القرآن إلى أنه يتدبر في القرآن. فهذا الموضوع عبارة عن خواطر تدبر في القرآن الكريم. أعتقد القرآن الكريم يعني أكو أحد العلماء في أيام السبعينيات لحتى الآن أذكره وأشوفه صحيحة، يقول القرآن لم يفسر التفسير يعني الكامل أو اللائق فيه. يعني مجرد التفاسير مع كل طبعا احترامنا وتقديرنا هي مجرد ان هي تفسر سياق الكلام، لكن التفسير الدقيق اللي هو يفسر كل كلمة، ليش انوضعت في هذا المكان، ليش ما جاءت الرديف المناسب للكلمة بدالها، هذه اعتقد يعني تاخذ بعد كبير وعميق. والتدبر في القرآن أيضا في لذة الحقيقة، وفي يعني يفتح لك آفاق كثيرة. يذكرون بعض الأخوان اللي كانوا يرافقوننا في السفر، لما نكون في يعني نتمشى في الأماكن اللي فيها جمال طبيعة، فكنا في وسط يعني سوالفنا ودردشة نطلع القرآن، قرآن صغير، ونقرأ صفحة، بس ما نقرأها، ناخذ آية ونتناقش في كل كلمة. فسبحان الله يعني تفتح لك آفاق كثيرة. طبعا احنا في هذه مو بصدد ان الواحد يبي يطلع حكم شرعي او فتوى بحيث يصدر فيها حكم شرعي، لا، احنا مو بهالمقام هذه، ولكن من باب التدبر، لان القرآن الكريم كما تعلمون يعني ما نزل فقط ليتلوه ويتدارس العلماء، ولكن حتى القرآن كل مسلم مهما كان مستواه الثقافي هو مطالب بانه يقرأ القرآن ويتدبر في القرآن. وهذا القرآن اسمه القرآن، اسمه بروحه يدل على أنه هو الجدير بالقراءة. فكل مسلم يؤمن بالله وبرسوله مطلوب منه أنه يقرأ القرآن. ولذلك اخترت في هذه الأمسية الطيبة كلمة حبينا أن احنا نشوف آفاقها شون صارت في القرآن الكريم، وهي قضية كلمة الفوز شون جاءت في القرآن الكريم. فرح نتكلم عن مترادفات الكلمة اللي وردت في القرآن الكريم، وما هي مقاييس الفوز في القرآن الكريم، وأنواع الفوز، والأسباب التي تؤدي إلى الفوز، ورح نطلع بخلاصة. طبعا هذا كل الكلام بدقائق يعني ما رح نطول عليكم. فالفوز طبعا احنا في العرف اللي احنا نعيشه دائما يعني نطمح ان احنا نفوز. اللي يحب يفوز بوظيفة بمنصب، يفوز مثلا اثناء اللعب بانه يكون فائز في مثل ما قال السيد في كرة القدم، او يفوز مثلا في مناقصة، او يفوز في اي شيء دنيوي. لكن الفوز في القرآن الكريم غير هذا. لكن قبل هذا، ما هو معنى كلمة الفوز؟ ما هو معنى كلمة الفوز؟ الحقيقة بالنسبة للراغب الأصفهاني في
مفردات ألفاظ القرآن يقول عن الفوز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة. تمسك أو تظفر بالخير ومع السلامة، يعني تكون أنت في سلام وفي خير. وهو أيضا في مصدر آخر يقول هو الفلاح، الفوز هو الفلاح، وهو الغاية اللي كلنا نعمل من أجله حتى نفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وفي هذا فليعمل العاملون. كلمة الفوز في القرآن الكريم يات بعدة معاني أو بعدة مترادفات، فيات كلمة الفوز 16 مرة، 16 مرة فوز، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، ويات 4 مرات الفائزون مثل الآية الكريمة أصحاب الجنة هم الفائزون، ويات أيضا 3 مرات فوزا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفاز، كلمة فاز جاءت 2 مرات، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ويات 1 مرة أفوز، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويات مفازا أيضا من الفوز، إن للمتقين مفازا، مفازا عن مكان أو شيء اللي فيه فوز. وبمفازتهم يات 1 مرة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بفوزهم في المكان اللي يستحقونه من هذا الفوز. الآن مقاييس الفوز شنهي؟ ما هي مقاييس الفوز؟ القاعدة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يعني المقياس دائما حتى تكون أنت من الفائزين في معايير وميزان الله سبحانه وتعالى أن تطيع الله وأن تطيع رسوله. وطبعا تيجي الولاية من خلال إطاعتك لله ولرسوله. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، مجرد الزحزح شنو هذه؟ هذا اللي يؤخذ من مكان، ينتقل من مكان إلى مكان. ربما الواحد فيه الرنة الكلمة الزحزحة كأن واحد قاعد يجره بقوة شكل يدني، مجرد انك تدن عن جهنم فهذا أكبر فوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أنواع الفوز، ما هي أنواع الفوز التي تكلم عنها القرآن الكريم؟ هناك الفوز العظيم، وهناك الفوز الكبير، وهناك الفوز المبين. فما هو الفرق بينهم؟ عندنا فوز عظيم وفوز كبير وفوز مبين. طبعا الآيات اللي تتكلم عن الفوز العظيم وهي 13 آية، أكثر الآيات اللي جاءت فيها الفوز العظيم، يعني أكثر الآيات جاءت في الفوز العظيم. نلاحظ الآيات اللي ورد فيها الفوز العظيم تتكلم عن الخلود في الجنة، الخلود في الجنة. وتأتي أيضا الآيات اللي تكلمت عن الفوز العظيم الخلود في الجنة والمساكن الطيبة. الآيات اللي وردت فيها الفوز العظيم المساكن الطيبة، وأيضا البشرى، وكأن هناك بشرى أيضا. هذه الآيات اللي تكلمت عن هالأشياء هي الفوز العظيم. أما الفوز الكبير فهو آيات بأنه الجنة فقط، يعني جنات تجري من تحتها الأنهار، بدون ما تتكلم عن تفاصيل، عن مساكن، عن خالدين، مجرد جنة وأنهار، فهذا هو الفوز الكبير. أما الفوز المبين، طبعا الفوز الكبير جاءت 1 مرة في القرآن الكريم، وهي في سورة البروج، إن الذين
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخره، ذلك الفوز الكبير. أما المبين فهي وردت في حالتين. الحالة الأولى الفوز المبين صرف العذاب، مجرد يصرف عنك العذاب هذا فوز مبين. وفي حالة أخرى أن يدخلك في رحمته، الإدخال في الرحمة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وفي الآية الأخرى الإدخال في الجنة، شوي النظر، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك الفوز المبين. فعندنا فوز عظيم وهو أرقى شيء، بعدين يأتي الفوز الكبير، وبعدين يأتي الفوز المبين. وأنا أفهمها إن شاء الله يكون يعني صحيح، قد تكون هذه أحد مصاديق الزحزحة، يعني مجرد يصرف عنا العذاب أو يدخل في الرحمة فهو هذا هو الفوز المبين. طبعا أنا مصادر الكلام هذا من بعض التفاسير، وأيضا من خلال البحث في مواقع القرآن الكريم في النت. الآن نجي في قضية أسباب الفوز، الأسباب التي تؤدي إلى الفوز كما جاءت في الآيات التي تحدثت عن الفوز. تكلمت عن الصدق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الصدق أحد موارد التي تؤدي إلى الفوز العظيم. الولاية بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخره، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، بعدين ذلك هو الفوز العظيم. خشية الله وتقواه في سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الجهاد بالمال والنفس، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى آخره، وأولئك هم الفائزون. الصبر على الإيذاء والاستهزاء، فاتخذوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الوفاء بالبيعة مع الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طبعا هذه نازلة في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. طاعة الله والرسول وقول السداد، القول السديد أيضا من مصادق التي تؤدي إلى الفوز. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الخلاصة بأن من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أن يرتقي الإنسان دائما نحو الفوز، ومثل ما ذكرنا أن أرقى أنواع الفوز أنك تفوز بالفوز العظيم، بالدرجة العظيمة التي تأتي في المقدمة بعد الفوز الكبير والفوز المبين. وهناك أعظم من ذلك هو رضوان الله سبحانه وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، يعني إذا اعتبرنا الجنة من الماديات النعيم المادي، فهناك أكو أعظم من الجنات وهو شنو؟ رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو طبعا أثوب وأسمى من أي جزاء آخر، وهذا ما يعرفونه إلا المؤمنين
رضوان الله سبحانه وتعالى، ويجدون هؤلاء بأن الجنة مجرد هي مظهر من مظاهر رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن الأسمى هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. لأن إذا الله سبحانه وتعالى رضى عن المؤمن فيعطيه كل شيء بعد، لا حد له، يفوز بكل شيء، الله بيده الخير وبيده كل شيء. فإذا النتيجة اللي بغيت أوصل لها بأن التدبر في القرآن الكريم يفتح لنا يا أخوان آفاق واسعة. وأنا يعني بتجربة متواضعة وأنصح فيها نفسي وأنصحكم، يعني خاصة إذا كان واحد ناوي يختم القرآن بالشهر بالسنة بستة أشهر ثلاثة أشهر أيا كان، يعني أحد المقترحات أنه يحط معه ورقة وهو يختم القرآن، يخلي في باله أنه يبحث شيء في القرآن، شيء يهمه، مثلا التجارة وما يتعلق بالتجارة، البيع الشراء الأموال أي شيء، ويقرأ القرآن أي شيء يرد فيه له علاقة بالتجارة يسجل السورة والآية، ولما يختم القرآن يجمع هذه كلها وشوف النتيجة. والأفضل طبعا إذا كان هناك عنده يعني قدرة أو أنه يفتح أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، والآن متوفرة يعني هناك في سيديات مكتبات حتى بالآيفون والتليفونات كلها الآن في مكتبات أهل البيت عليهم السلام، مجرد تحط الكلمة وتطلع لك كل الأحاديث والروايات. أنا أؤكد هنا إحنا مو بصدد أن نطلع بحكم شرعي، ولكن نطلع بمفهوم حتى نستفيد منه، وإذا الإنسان عنده شك أو عنده هذه لازم طبعا يرجع إلى العلماء حتى يطمئن بأنه هو النتيجة اللي وصل عليه. على كل حال إحنا لازم نرتقي من القراءة المجردة فقط للثواب والأجر، وهذا طبعا أمر طيب وأمر جدير بالثواب والأجر، ولكن الأعمق أن الإنسان أيضا يحاول أنه هو يتعمق. وأعتقد هذه أحد المصادق اللي قالوا فيها ربما من التفسير الموضوعي، واللي أشار له الشهيد السعيد السيد الصدر بأن هناك تفسير موضوعي، بأنك أنت ما تأخذ التفسير كلمة كلمة يعني آية آية وسورة سورة، ولكن أكو مواضيع معينة تختارها وتبحث عنها في القرآن وتحصل عن الحصيلة العامة التي وردت في هذا القرآن، راح تطلعون بمفهوم. وأنا أعتقد أن هناك يعني يمكن جناب الشيخ يصحح لي، هناك قضايا كثيرة لا زالت بكر يعني ما حد بحثها، ما حد يعني شاف آفاقها. أكو كثير من المواضيع يعني أنا سجلت، مثلا عندك مثلا الإحباط، إحباط العمل، شنو اللي ورد في روايات أهل البيت وشون وردت في القرآن ومواردها، هذه كثيرة. مثلا الإحسان والمحسنون، قضية مثلا يعني لو واحد مثلا يبحث في قضايا الكره والبغض، ماذا يحب الله وماذا يكره الله سبحانه وتعالى، القضايا الإنسانية، الحسد، يعني العلاقات الاجتماعية، كثير من المترادفات موجودة بالقرآن. فالإنسان يعني كل مرة يتبنى موضوع معين وهو يقرأ القرآن يجمع هذه الآيات، أنا أعتقد راح تطلع على كنوز ثمينة جدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.